نشوف هذا الكشاف اللي طفيه الحين. هذا مغامر داخل بيت مهجور لحاله. طبعا اغلب المغامرين قلوبهم قوية، ليش؟ لان عندهم قاعدة ان للجن ما فيه اشكال، يؤمنون بوجود الجن لكن يقولون ان الجن مستحيل يظهرون. انكر الخرافات والقصص، او ان حتشوف اشكال الجن اما على شكل حصان او على شكل اي نوع من الحيوانات. ولكن في مغامر دخل بيت مهجور لحاله، وبوريكم الفيديو. تخيلوا ان المنطقة هذه ما به اي احد، وفجأة بعد ما دخل احد الغرف سمع صوت طفلة تبكي. والله يا عيال حرفيا طفلة تبكي، لكن قلبه من حديد. يا عيال ما شاء الله عنده تماسك، ابيكم تركزون وتدققون بالصوت. شوفوا الفيديو وامسكوا قلوبكم. بس لين مستغرب منه ليش مسكرين الشبابيك هذا، يعني تخيل انه بعد ما سمع صوت الطفلة اللي تبكي نزل تحت ما لقى اي احد، طلع برا كذا برا البيت المهجور يدور ما فيه اي احد. اعوذ بالله، انا بشوف في احد من هنا ولا لا؟ شوف شوف، ما في الا ذا البس الاسود بس. وبالنهاية لقى بس أسود يراعي له بنظرات غريبة. يعني أنا استغرب من المغامرين داخل بيت مهجور، وأكيد إن البيت ما انهجر عبث إلا إن في قصص مأساوية. يعني بالله تبتسمع مثلا كذا داخل البيت. السلام عليكم، هذا الفيديو على طلبكم، مقاطع شاطحة ومرعبة، الخوافين ما أنصحهم يكملون الفيديو. ما فيه أشياء تفجع قوة، لكن احتياط يعني يا رقيقين. نبي نشوف اليوم مقاطع مرعبة مصورة فيديو مالك أمر. لا تنسى تشترك لايك سواء تخاف ولا ما تخاف، لا تنسى تشترك عندي إذا كنت ضيف جديد ومحب لكل شيء جديد. أنا بيبسي وخلك مع الفيديو. فيديو للأمانة هذا من أغرب الفيديوهات، الفيديو طويل لكن أنا جبت لكم أهم لقطة. تخيلوا هذا شخص مغامر داخل بيت مهجور، معه ضوء يلف يمين يسار يرقى فوق، جالس يكتشف البيت. فجأة يا عيال بدون سابق إنذار سمع صوت. تخيلوا جلس ينادي ويدعي زي كذا، فجأة طلع له باكستاني. الباكستاني غريب شكله وملامحه غريبة، وجالس يبتسم ما أدري كيف، ابتسامته مرعبة للأمانة. جد الرجال هذا شكله مريب الباكستاني، ويقول الباكستاني يقول أنا ساكن هنا. وتخيل المشكلة ما في فراش ما فيه أي شيء، صدق إن الفقر شين، ممكن حدته ظروفه وسكن بهذا البيت المهجور. في ناس الله يكفي نشر تسكن بالشارع، لكن جد ما عنده فراش ولا عنده أي شيء، ويقول أنا ما أتكلم أي لغة ثانية. شوفوا الفيديو. أنت ساكن هنا؟ ما في. No speak Arabic؟ عربي ما في. No speak English؟ ايش تسوي هنا؟ ايش تسوي هنا انت؟ شو؟ هذا مكان مهجور، بيت مهجور، انت ايش تسوي هنا؟ الفيديو مو شرط انه يكون مثلا حقيقي 100%، ممكن يكون تمثيل، ولكن اذا كان الفيديو تمثيل فان الباكستاني ممثل بارع. يا عيال حركاته تثير الخوف. بعدين خوينا المغامر اللي جالس يصور، انا لاحظت انه خايف وجالس ينشد الرجال يساله كم اسئله. اذا انك خايف اجلس برضك، الله يهديك ويهدينا ان شاء الله ان شاء الله. ثالث فيديو، هذا للأمانة أكثر فيديو مرعب ممكن تشوفونه بهذا المقطع. الفيديو أنا ماني متأكد من صحته هو حقيقي 100% ولا كذا، لكن أنا اللي أعرفه إن هذا المغامر داخل بيت الظاهر إن فيه جن كفار الله يكفينا الشر، لأنه بداية الفيديو يقول هذا بيت مسلمين أو هذا مكان مسلمين ويكرره هذا مكان مسلمين، أنتم مش جايبكم هنا. الفيديو طويل لكن بحط لكم أهم اللقطات. والله يا عيال إنهم يصبخون بالبيبان، الصبخة قوية وكأنه طلقة نار، والله ما أبالغ من قوية الصبخة. طبعا يصبخون بالبيبان، والفيديو ما أنصح أحد يشوفه إذا كان قلبه رهيف. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بسم الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله، الله القوي وأنتم الضعفاء، الله القوي وأنتم الضعفاء، الله القوي وأنتم الضعفاء، حصنت نفسي بلا إله إلا الله. الله القوي وأنتم الضعفاء، الله القوي وأنتم الضعفاء. طبعا سبحان الله، الجن عشائر وعوائل ولهم اسكان ويرحلون ويتنقلون، فهذا الشخص ممكن يسبب لهم اذى داخل بمكانهم وكانه يتحداهم، فزين انهم ما ولعوا بنار ممكن لانه اقترب لهم، لكن هم الان جالسين يسوون حركات مثل قولت اطلع برا اطلع برا. رابعا، هذا الشخص جاء واحد من متابعينه قال ادخل بيت مهجور وحط فلتر الكلب. دخل هذا المغامر الى البيت المهجور وحط فلتر الكلب، والله يا عيال هو يصور طلع فلتر الكلب فجأة. ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة انه قال اذا انك جني طلع لسانك. تخيلوا بنفس الثانية طلع لسان حق الفلتر. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. ما نعرف ايش قصة الفلاتر، احط فلتر كلب يقول لي واحد. طب خلونا نجرب السناب اللي بعد هذا، نحط فلتر الكلب، فلتر الكلب، صرت اكلج انا شل هرجة. وهالوزغة بعدين حطيناها. السلام عليكم، تعال وين رايح؟ هذا بيت لأحد الحشرات الطائرة. شوف الحمي، والله انك صادق. طلع الوجه، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت جن مد لسانك. ما أدري، أنا ماني متأكد من صحة الفيديو، هل هو حقيقي 100% ولا لا، ولكن كل شيء جايز ممكن يكون صحيح. وأتوقع أيضا بعد أنه حركة ممكن بسناب يسوونه طريقة، لكن تمنيت لو أنه قيل للجني أنه يرقص. بس هذا كان الفيديو، وشكرا للي يسووا لي منشن على هذه المقاطع بالتيك توك والإنستغرام. وكل هذه المقاطع أنا جايبه من فضل الله ثم متابعين هم اللي يسووا لي منشن، وأنا حفظ هذه المقاطع وعرضها لكم. أشكرهم أشكرهم شكر من كل قلبي، هذا الشكر للأمانة. بس مهما كان تبقى الحياة جميلة، وأطلبوا بالتعليقات وش تبون الشطح الجاية. ترى المتابعين يسووا لي منشن على مقاطع غريبة وأيضا على مقاطع جن، ويسوون لي حتى ما شاء الله منشن على مقاطع السيارات. أطلبوا اللي تبون بالتعليقات وش تبون المقطع الجاي أو الشطح الجاية. وبس مع السلامة، وشكرا لك لوصولك إلى هذه الدقيقة. بس بالتوفيق.